أهلا بيكم في جزء جديد في كورس إدارة الحملات الإلكترونية على فيسبوك، وإن شاء الله هنتكلم في المحاضرة دي. هتكون محاضرة خاصة جدا جدا عن الاستهداف الـ Advanced Targeting على فيسبوك، إزاي نبتدي نستهدف مدينة معينة جوه أي بلد إحنا عايزينها، ولو كنا بندور على اسم البلد ديت ومش لاقيينه على الفيسبوك. الحقيقة دي كامبين زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الفيديوهات، وشفنا ازاي نبتدي نعمل كامبين عن الفيديوهات. هنبتدي نشوف السيتنج بتاع الكامبين ديت عشان نبتدي نشوف لو عايزين نستهدف مدينة معينة هنعمل ايه. هنروح للسيتنج بتاعة الكامبين دي. زي ما انتم شايفين انا كنت هنا مستهدف في الكامبين ديت يونايتد ستيتس وايرلندا واليابان وهولندا والنرويج وكندا وسنغافورة واسبانيا والسويد وسويسرا والامارات وانجلترا وفنلندا والدنمارك، يعني اغلبيه الدول اللي عاليه في التكلفه بتاعتها وكوست التكلفه بتاعتها عالي. وشفنا احنا ازاي قدرنا نستهدف البلاد ديت بواحد سنت للفيديو بتاعنا. عايزين بقى نبتدي نتعلم دلوقتي لو عايزين مثلا نستهدف منطقه معينه جوه مثلا مصر. تمام، هنبتدي مثلا نقفل كل التارجت اللي احنا عاملينه ده. عايزين نبتدي نستهدف مثلا اي منطقه معينه في مصر. انا مجهز لكم PDFات على حسب الدوله اللي جهزتها حاليا دلوقتي هي مصر. لو جينا مثلا فتحنا كايرو دوت PDF انا مظبطه على حسب البلاد، وكل بلد عاملها فولدر بس مقسمه لكم بحسب المحافظات. دلوقتي مثلا القاهرة فيها مدن كتير جدا. انت لما بتيجي تكتب اسمها على الفيسبوك ساعات ما بتبقاش لاقيها. الفيسبوك مسميها بأسامي غريبة، يعني مثلا المعادي بص كاتبها ازاي. المفروض انت لو كنت هتدور على فيسبوك على معادي ما كنتش هتلاقيها. يعني مثلا لو جينا هنا مثلا كتبنا معادي، تمام، بص مطلع لي ايه، مطلع لي معادي في استراليا ومعادي تانية دي ما مش موجودة، بقول لك مش موجودة، سيرش في الادرس. تمام، فانت حاجة زي ديت عشان تبتدي تتعلمها وتبتدي توصل لمدينة معينة انت عايزها لازم تبتدي تشوف الملف دوت. والملف دوت انا هرفعه لكم على جروب انا عملته خاص بالكورسات بتاعتي على يودمي، اسمه يودمي ريمون. يعني تكتبه في السيرش كده يودمي ريمون، تمام، هتبتدي تعملوا جوين. انا زي ما انتم شايفين انا كنت محمل سامبل للناس اللي موجودة عندي في الجروب، حملت لهم الاستهداف على القاهرة في البي دي اف دوت. ده لان انا مش هقدر ارفع كل الملفات ديت في خلال الكورس، فلحد لما نشوف طريقة ارفعهم على ويب سايت مثلا وتخشوا على اللينك دوت وتحملوا اللي انت عايزينه. عايزكم تنضموا للجروب دوت، وكمان عشان لو في اي اوفر او اي كورسات جديدة انا هعملها انتوا تبقوا اول ناس تشتركوا معايا في الايه في الجروب دوت. نرجع تاني لموضوعنا دوت. البي دي اف اللي احنا عملناه لكل مناطق في مصر، يعني مثلا زي مدينة الشروق، ويعني هتلاقي في حاجات كتير جدا، والبساتين والأزبكية، كل المناطق اللي في القاهرة اللي ما تخطرش على بالك. تمام، كل دي مناطق تقدر تستهدفها بطريقة سهلة. وبرضه في الفولدر دوت زي ما انتم شايفين انا مقسمها للقاهرة، بحيرة، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد، الشرقية، يعني حسب المحافظة. كل ما تدفع هتفتح فولدر هتلاقي إيه المدن بتاعتها. طب إحنا عايزين دلوقتي مثلا نستهدف ألماظة، تمام، أو المعادي. يبقى هناخد كده هنا مثلا مدينة نصر، مثلا ناخد مثلا مدينة نصر دي كده كوبي، وهنبتدي إيه بس من غير ما تاخد الكويشن مارك دي. هنروح على فيسبوك نعمل لها بيست، نمسح كده إيه، ايوه نمسح كده الكومه ديت. تمام، زي ما انتم شايفين مدينه نصر ايه ظهرت لنا. تمام، بص هو هنا مسميها ايه، مدينه النصر مش مدينه نصر كده. دي مدينه نصر جوه ايه، جوه القاهره. طب عايز تستهدف مثلا منطقه تانية، عايز تستهدف مثلا المعادي، يبقى تاخد المعادي دي كده كوبي وتروح عاملها كده اهو، هتظهر لك عندك هنا معادي جوفرنمنت ايجيبت. تمام كده احنا بنبتدي نستهدف مدن معينة جوه العواصم بتاعتنا او المحافظات بتاعتنا. دي ايه لازمتها؟ افتراضا انا جالي عميل كذا عملاء مثلا فاتحين محل ملابس كان في الشيراتون، قال لي طب انا عايز دلوقتي هل ينفع ان انا استهدف او اعلن محل الملابس بتاعي
لمنطقة معينة أو في شيراتون يعني، هو ما كانش عنده خلفية عن نظام الإعلانات الإلكترونية على الفيسبوك، وهو فاكر إن أنا إيه يعني إعلانك هيظهر وخلاص. فقلت له طبعا أنت تقدر تستهدف منطقة معينة، فأنت دي البي دي إفات ديت هتفيدك في النقطة دي. أي عميل هيجي لك يقول لك مثلا أنا عايز أظهر الإعلان بتاعي في منطقة معينة في محافظة معينة، تقدر تعملها؟ أقول له أه أنا هقدر أعملها، تمام؟ هقدر استهدف لك الكاستمرز اللي انت عايزهم على حسب المنطقة اللي انت عايزها. وطبعا انت هنا في تركاية، كل ما هتزود الميل كل ما بتوسع الدايرة حوالين المنطقة دي. يعني انت كده يعني كل اخترت هنا 25 ميل، يبقى كده بتوسع الايه المساحة حوالين المعادي. بس انت طبعا تخليها 10 ميل على قد ما تقدر، لان انت عايز تستهدف ايه المنطقة دي بس. لو انت لقيت الريتشنج بتاعهم قليل، يعني زي ما احنا اتعلمنا هنبص على الريتشنج بتاعنا هنا اهوت، والريتشنج بتاعنا في الكامبين نفسها، لو انت لقيت الريتشنج بتاعها قليل على حسب المنطقه دي بس، انت عايز تستهدف مثلا مدينه النصر بس، ابتدي ب 10 ميل. لقيت ان الاعلان بتاعك البرفورمانس بتاعه قليل، يبقى تزودها تخليها 25 ميل. لقيت الريتشنج بتاعه مش قوي، يبقى تزودها خمسة ل 50 ميل. ده في حاله ان العميل مصر على المنطقه دي بس. يا رب تكونوا مستمتعين بالمحاضره ديت، والمحاضره دي خاصه جدا جدا عن الادفانسد تارجتنج، والبديفات دي هدية مني ليكو، وأتمنى أشوفكم عندي في الجروب. كل اللي انتوا عليكم تعملوه تكتبوا يودمي ريمون زي ما انتوا شايفين، ومستنيكم في الجروب، وأشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية.